الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري أحييكم إلى استوديو الحدث لهذا اليوم. هذه أبرز العناوين. مقتل 3 من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة تقلهم في الناقورة. مصادر تتحدث عن استئناف مفاوضات الأسرى في القاهرة غدا. إسرائيل تشكك وتشترط للمشاركة كشف حماس عن أسماء الأسرى. بايدن يعلن نية بلاده المشاركة في عمليات إسقاط مساعدات غذائية على غزة خلال الأيام القادمة وإقامة ممر بحري. بأمر من القضاء الكويتي، الانضمام لحزب الله اللبناني جريمة يعاقب عليها القانون. بعد مقتل 3 من عناصر الحزب في غارة إسرائيلية أمس على جنوب لبنان، تواصل إسرائيل حرب الاغتيالات آخرها اليوم. فقد أفاد مراسل الحدث بأن 3 عناصر من حزب الله، أحدهم مسؤول أمني، قتلوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كانوا يستقلونها في منطقة الناقورة جنوب لبنان. أضاف مراسل الحدث أن جثة متفحمة بالكامل قد وصلت إلى إحدى مستشفيات المنطقة. هذا وتحدثت مصادر صحفية عن استهداف السيارة بثلاثة صواريخ أطلقت من المسيرة، بينما لا تزال هويات القتلى الثلاث مجهولة حتى اللحظة. الظاهر صايبيطة بالسقف هي. طبعا. منطقة الناقورة التي شهدت هذا الاستهداف تعتبر موقعا مهما لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، والتي تتخذ منها مقرها الرئيسي. بالأمس كان حزب الله قد أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في الجنوب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصفه منشآت ومواقع للحزب بعد رصد إطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب. وخلال الأيام والأسابيع الماضية وسعت إسرائيل نطاق المواجهات، حيث طالت ضرباتها بلدات خارج الشريط الحدودي، بلغت مناطق قريبة من صيدا، في اختراق لقواعد الاشتباكات التي ظلت راسية منذ أكتوبر الماضي حين اندلعت الحرب في قطاع غزة. من بلدة ريميش في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود، أهلا بك معنا من جديد. أي معلومات جديدة رشحت عن هذا الاستهداف الأخير لحزب الله أو لإسرائيل لقادة في حزب الله؟ هل هناك أي معلومات رشحت حول هوية الثلاثة أشخاص الذين استهدفوا داخل هذه السيارة؟
الهوية أصبحت معروفة لأن البلدات التي ينتمون إليها أيضا خرجت إلى الإعلام، هم من أبناء البلدات المجاورة لمنطقة الجنوب، البعض منهم من البلدات القريبة على الشريط الحدودي. هذا في الجزء الأول. في الجزء الثاني أيضا، لأن هذه المجموعة كانت يلقى على عاتقها القيام بعمل عسكري في منطقة رأس الناقورة في الناقورة، لذلك جاء هذا الاستهداف. أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة وهي الأهم، البعض يربط الذي جرى بعملية عسكرية قام بها الحزب مع ساعات الصباح الأولى وتحديدا في المجال الجوي بالمسيرات الانقضاضية، أي المخفخخة التي تنفجر بالهدف التي تسقط عليه، وهذا ما جاء أيضا في البيان الإعلامي للإعلام الحربي الرسمي للحزب عندما قال إلى أنه استهدف موقع لإيمان لموقع عسكري مستحدث لقيادة المنطقة لإسرائيل مع ساعات الصباح الأولى. إذا أخذنا ميدانيا أيضا إلى أن الذي جرى بعد هذا الاستهداف، كان هنالك غارة باتجاه اللبونة، أي البلدة التي على عاتق الناقورة، بالإضافة إلى بعض القصف المدفعي. عاد الآن الطيران المسير يحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة فوق المنطقة التي نحن فيها. مزيد من التفاصيل محمود حول هؤلاء الأشخاص الذين تم استهدافهم أو الموقع حيث تم استهدافهم أيضا. المزيد من التفاصيل هو إلى أن هؤلاء الأشخاص من المقاتلين الميدانيين، البعض يقول إلى أنهم فيهم شخصية يقع على عاتقها أي مسؤولة ميدانيا لعمل عسكري يقوم به في جنوب لبنان، وهذه أيضا مسألة اعتيادية طبيعية إلى أن يكون من بين هؤلاء المستهدفين أو المجموعات التي يستهدفها الطيران منهم من هم أفراد على مستوى القيادي الميداني المحلي للمنطقة، ومنهم من هم أفراد عاديون بالعمل العسكري كما يوصفه الحزب بالعمل الجهادي الميداني على الأرض. هل هناك أي بيانات رسمية أو بيانات رسمية من لبنان الرسمي أو بيانات من حزب الله حول ما حدث اليوم؟ هناك 5 بيانات خرجت من حزب الله حتى هذه الساعة، 3 منها لنعي لمقاتلين قضوا بالليل أمس بغارة على بلدة رامية، البعض يقول إلى أنه 5 إلى 6 عناصر، 2 لا يزالان حتى هذه الساعة تحت الأنقاض في رامية. الإعلام الحربي في مسألة النعي نعى منذ الفجر حتى هذا التوقيت 4 من المقاتلين في رامية، بالإضافة أيضا إلى بيانين من الإعلام الحربي. البيان الأول تحدث كما أشرت معك عن المسيرة الانقضاضية، أما البيان الثاني فتحدث عن إطلاق لصواريخ باتجاه جل العلام الذي هو أيضا موقع في البقعة الموازية للبقعة التي حصلت فيها الاستهداف، بمعنى إلى أنه على خط نار بمستوى المنطقة الجغرافية التي حصلت فيها الاغتيال. لكن بعد استهداف اليوم محمود، أتحدث عن اليوم، هل صدرت أي بيانات من حزب الله؟ حتى هذه الساعة ليس هنالك من بيانات نعي لمجموعة اليوم أو أيضا بيانات تدلل عن هذا الاستهداف. عادة الإعلام الحربي للحزب الله يأتي بتوصيف أو شرح لأي بقعة عسكرية يستهدفها الإسرائيلي، هو فقط يناط على عاتقه مسألتين، المسألة الأولى العمليات العسكرية التي يقوم بها هو تجاه المواقع الإسرائيلية، أما النوع الثاني من البيانات هي بيانات النعي، لذلك لا يذهب إلى أي تفصيل أو معلومات عن مواقعه أو عن أشخاصه أو عن قياديه، حتى أن الذين يقضون أثناء هذه المواجهات لا يذهب إلى التوصيف أين سقطوا أو في أي بقعة أو في أي مكان، أو حتى أيضا عن المهمة العسكرية الملقاة على عاتقهم، إذا كانوا من الصف الأول أو الثاني ميدانيين هو يذهب إلى توصيف القائد، نعم. أما ما عدا ذلك فهو يذهب إلى توصيفات عمومية على مستوى العسكر. شكرا جزيلا مراسل الحدث محمود شكر، كنت معنا من بلدة رمي.
الشماش في جنوب لبنان. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. كيف تنظرون لاستمرار استهداف إسرائيل لعناصر لحزب الله؟ هل نحن أمام تصعيد مواجهة جديدة أو طريق سيقود إلى حرب لا محالة بين الجانبين؟ أولا صباح الخير. ما حصل من استهداف اليوم في الناقورة هو استكمال لمسلسل الاغتيالات الذي بدأه الجيش الإسرائيلي منذ بدء المواجهات مع حزب الله في 8 أكتوبر الماضي. اليوم المهم في استهداف السيارة في الناقورة هو المنطقة التي استهدفت فيها هذه السيارة، طريق الناقورة الساحلي، وتحديدا هذه ما تعرف بمنطقة خط الناقورة البياضة، تعتبر طريق آمنة كانت لأنها الطريق التي تستخدمها قوات اليونيفيل للولوج والخروج إلى مقر القيادة العامة لقوات الطوارئ الدولية في منطقة الناقورة، ولهذا كانت تعد هذه الطريق إلى حد ما طريقا آمنة ولم تستهدف منذ بدء الحرب. اليوم هذا تحول جدي في عمليات الاستهداف، لأن المسيرة الإسرائيلية كانت تستطيع أن تستهدف السيارة خارج هذه الطريق أو قبل وصولها لهذا الطريق، لكن أرادت هي رسالة من إسرائيل أو محاولة من قبل إسرائيل الضغط على اليونيفيل حتى اليونيفيل يضغط على حزب الله ويحاول إخراجه من تلك المنطقة؟ نعم، هي مجموعة من كل هذه العناصر التي تفضلت بذكرها، هي رسالة لليونيفيل أيضا ورسالة لحزب الله أن لا طريق آمنة كان في الجنوب أو في البقاع كما حصل قبل أيام في استهداف محيط مدينة بعلبك في منطقة الصفية، وكذلك الأمر أن وهي تدخل في إطار الضغوط السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، لأننا إذا تابعنا مجريات الأحداث في الأيام الأخيرة كانت الكثير من عمليات حزب الله تتركز في منطقة القطاع الغربي الذي تم اليوم استهدافه من قبل إسرائيل، استهداف سيارة من قبل إسرائيل. هذه الخلية المستهدفة قد تكون مرتبطة بالعمليات التي شهدها القطاع الغربي خلال الأيام الأخيرة من استهداف للعمق لقواعد في العمق الإسرائيلي، وكذلك الاستهداف المواقع الحدودية مثل موقع جليل علام الذي استهدف مباشرة أيضا اليوم بعد اغتيال هذه الخلية لحزب الله. باعتقادك الآن يعني يصف البعض ما حدث اليوم بأنه ليس فقط استمرار لعمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل لعناصر محسوبة على حزب الله، ولكن تطور جديد في هذا الصراع، هل يعني ذلك بأن حزب الله الذي اعتمد سياسة ضبط النفس ربما في الآونة الأخيرة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، هل يمكن أن يرد بشكل متقدم هذه المرة عن كل المرات السابقة؟ حتى الساعة من المستبعد أن يلجأ حزب الله إلى توسعة النطاق الرد، لأن المنطقة أولا هي منطقة حدودية، منطقة الناقورة، والخلية المستهدفة هي خلية مقاتلة. لو كان يريد توسعة نطاق الرد لكان وسعه بعد استهداف بعلبك التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن الحدود، وهي أعمق من بيروت من حيث المسافة عن الحدود الجنوبية للبنان. لو كان يريد التوسعة لجأ في حين استهداف بعلبك أو في حين استهداف منطقة الغازية إلى تعميق ضرباته في الداخل الإسرائيلي، لكن حتى الساعة يبدو أنه مستمر بسياسة الإسفنجة إن صح القول باستيعاب الضربات أو ما تسميه إيران ومحورها بالصبر الاستراتيجي، لأن وزير خارجية إيران حين جاء قبل أسابيع إلى لبنان كان واضحا مع قيادة حزب الله أن إيران لا تريد توسعة الحرب وأن عليهم أن يستوعبوا الضربات التي تقوم بها إسرائيل في هذه الآونة لألا تتدحرج الأمور وتؤثر على مجريات المحادثات الأمريكية الإيرانية، كما قال عبد اللهيان لقيادة حزب الله بحسب ما أشارت بعض المصادر. فاليوم المشهد هو كالتالي: حزب الله غير معني بتوسعة الجبهة، لكن إسرائيل تحاول أن تستغل هذا الموقف من حزب الله لتكثيف استهدافها للبنى التحتية وللقيادات العسكرية والعناصر والخلايا، ولكن في حال قرر حزب الله توسعة الحرب فهذا بحسب ما قال عبد اللهيان لقيادة حزب الله فهذا مراد نتنياهو
كما يصف هذا وزير الخارجية الإيراني. فعليه حزب الله لن يكون معنيا بدحرجة الأمور أي بتوسعها، لكن إسرائيل ستستفيد من هذه النية لدى حزب الله لتوسع ضرباتها أكثر وأكثر وتنفيذ عمليات ضد بنك أهداف عدته كانت سلفا لتحسبا لأي مواجهات على الحدود مع لبنان. ماذا تتوقعون في يعني الأيام القادمة؟ تقول بأنه إيران تعتمد سياسة الصبر الاستراتيجي، هكذا قال ضيوفي اليوم، وأيضا تقول بأن حزب الله ليس معني بتوسعة نطاق الصراع، ولكن إلى أي مدى يستطيع حزب الله وبالتأكيد من ورائه إيران أن يتلقوا الضربة تلو الأخرى دون رد على نفس المستوى على الأقل؟ نعم، ممكن أن يلجأ حزب الله مثلا إلى تعميق الرد في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية بشكل مغاير عن طريقة اغتيال صالح العاروري. اغتيال صالح العاروري كان اغتيال لشخصية فلسطينية في الضاحية، وكانت عملية دقيقة للغاية، لم يسفر عنها إصابة مدنيين مثلا. ففي حال صار هناك استهداف للضاحية الجنوبية، قد سيكون حزب الله مضطرا أمام بيئته على الأقل لتعميق الرد، وإلا ستصبح الضاحية مثلها مثل القرى الحدودية الجنوبية، عرضة للاستهداف متى شاءت إسرائيل ذلك. وهذا يضع حزب الله أيضا في موقف لا يحسد عليه، لأنه اليوم لا يستطيع أن يذهب نحو توسعة الحرب. لما لذلك من أثار مدمرة على الداخل اللبناني بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية، وما لهم التأثير على مجريات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وكذلك الأمر قد يجر إيران وأمريكا إلى مواجهة مباشرة يسعى إليها اليمين الإسرائيلي بحسب ما قال وزير خارجية إيران. فكل هذه العوامل اليوم تجعل قرار الحرب من عدمه، توسعة الحرب من عدمها، موجود بيد الحكومة الإسرائيلية حصرا وليس أحد آخر. طالما أن إيران أبلغت الأمريكيين أنها غير معنية بتوسعة الحرب، فيكون الزمام المبادرة اليومية بيد الإسرائيلي وليس أحد آخر. هل هناك تخوف من أن تنفلت الأمور وتنجر إلى حرب حتى في ظل عدم رغبة إسرائيل وحتى حزب الله ومن ورائه إيران؟ بلا شك سيدتي، هذه المخاوف عالية للغاية. لماذا؟ لأن الأفق السياسي فيما يتعلق بجبهة لبنان حتى الساعة مسدود. يعني كل المساعي التي قام بها الأمريكيون والفرنسيون لإبعاد حزب الله عن الحدود لاقت ردا من أمينه العام في خطابه الأخير، لما قال تستطيعون أن تقدموا نهر الليطاني إلى شريط الحدودي على أن نتراجع خلف نهر الليطاني، هذا لن يحصل. وهذا ما أبلغه أيضا للوسطاء، يعني أبلغه حزب الله للوسطاء في السر وقاله أمينه العام في العلن، وهذا يعقد المسار السياسي للوصول للتهدئة على الحدود الجنوبية. وكذلك الأمر يعني هناك إحراج لدى القيادة السياسية الإسرائيلية ولدى قيادة حزب الله. حزب الله لا يستطيع أن يتراجع إلى شمال الليطاني أو حتى مسافة 10 كيلومتر عن الحدود لأسباب تعنيه هو، والإسرائيلي لا يستطيع أن يسكت عن وجود حزب الله على شريط الحدود، وهذا يرفع من المخاوف إلى درجة قصوى. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، كنت معنا من بيروت. يشتكي الصيادون اللبنانيون من التشويش الإسرائيلي على إشارة نظام التموضع الملاحي العالمي الذي يشكل خطرا قد يكون مميت في بعض الأحيان. قد حذر مدير المركز اللبناني للغوص من أضرار كارثية على قطاع الصيد البحري في جنوب لبنان بسبب التشويش الإسرائيلي، حيث باتت الإشارة تنقطع بين 4 إلى 5 مرات يوميا منذ بدأت الحرب على غزة قبل أن تقطعها إسرائيل ل24 ساعة أحيانا على الصيادين الذين يعتمدون على جهاز التموضع الملاحي العالمي خلال الإبحار ليلا كي يتمكنوا من العودة إلى الميناء. من 7 أكتوبر لما بلش الاعتداء بفلسطين المحتلة صرنا نواجه مشكلة نحن هون بالمنطقة الممتدة من بحر السرفاند أو من ميناء السرفاند لميناء الناقورة. بلشت تشويش من قبل العدو الإسرائيلي على أجهزة الجي بي أس، كانت بالبداية بالنهار يقطع 4-5 مرات يصير الجي بي اس بدون إشارة، بعدين العدو تمادى بهيدا الشيء لوصلنا لمرحلة أنه عم يمرق 24 ساعة ما عم بيكون في إشارة بأجهزة الجي بي اس. الضررة عم بيكون كتير كارثي على الصيادين، لأنه في كتير صيادين كانوا بالليل يطلعوا بالبحر يعتمدوا على جهاز الجي بي اس ليرجعوا على الميناء، اليوم ما عم يشتغل. المعاناة كل ما بتتفاقم يوم عن يوم، وهذا يعني عم بتورد بعض الأوقات انه واحد عم يتاخر على شباكه تيشوفها بالنهار او بالعين المجرده، وهذا عم يشكل خطر. وغير اللي بيغطس مش عم بيقدر يوصل على الهدف اللي بده اياه،
قال لي معلم بالغمق، كان يعني يشتغل بالشباك على عمق مي كتيرة، كان مثلا يطلع الساعة 3، هلا بده يضطر يطلع من الساعة 1 حتى يفتش بالطريقة القديمة، لأنه الجي بي اس كان هو التكنولوجيا الحديثة، فمشان هيك يعني هيدي معاناة كتير زادت. وفي استوديو الحدث لكن بعد الفاصل، دون موافقة نتنياهو غانتس يزور واشنطن غدا. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع، وما يقارب 475 مليون مشاهدة، ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. أهلا بكم. كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف غدا الأحد في القاهرة. أوضحت المصادر أن اجتماع القاهرة سيخصص لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، متوقعة توقيعه نهاية الأسبوع المقبل إذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي. أشارت المصادر إلى أن ملفات تفاوضية لا تزال عالقة، في مقدمتها ملف عودة النازحين إلى الشمال، حيث ترفض حماس المقترح الذي ورد في مباحثات باريس 2 بعودة النازحين ضمن تفاصيل أمنية دقيقة دون عودة من هم في سن التجنيد. أشارت المصادر إلى أنه من بين الملفات العالقة أيضا أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم. طلب إسرائيل أسماء جميع المحتجزين لدى حماس، حتى أولئك الذين قتلوا في الحرب. على الجانب الآخر، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين كبيرين قولهما إن تل أبيب أبلغت الوسيطين مصر وقطر أنها لن تشارك في محادثات أخرى حتى تقدم حركة حماس قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء لديها في قطاع غزة. ذكر المسؤولان الإسرائيليان أن تل أبيب تشترط أيضا أن تقدم حماس ردا جديا بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يقترح الوسطاء الإفراج عنهم في إطار الصفقة. أعلن المتحدث باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس أن 7 أسرى إسرائيليين من المحتجزين في قطاع غزة قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي، كما كشف عن أسمائهم وأكد مقتل عدد من حراسهم. أضاف المتحدث أن عدد الأسرى الإسرائيليين القتلى ارتفع إلى أكثر من 70.
وحول إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول شهر رمضان، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله بحدوث ذلك، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الهدف لا يزال بعيدا ويجب العمل عليه. آمل ذلك، ما زلنا نعمل بجد على وقف إطلاق النار، لكننا لم نصل إلى هذا الهدف بعد. وبشأن المفاوضات لوقف إطلاق النار، يجب أن يكون هناك اتفاق على التوقيت، لكن ما زلنا بعيدين عن ذلك. من جانب آخر، قال صحيفة دعود أحرانوت أن بيني غانس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي سيزور واشنطن يوم الأحد دون موافقة بنيامين نتنياهو. غانس سيقابل مسؤولين أمريكيين ما يتعارض مع اللوائح الحكومية التي تنص على موافقة رئيس الوزراء على الزيارات الرسمية للمسؤولين الإسرائيليين، كما توقعت الصحيفة أن تكون لندن محطة غانس التالية لواشنطن. ساعات قليلة تفصل طرفي الصراع في غزة عن هدنة قد تبصر النور غدا الأحد من القاهرة. فالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف وفق مصادر عربية وحزبية فلسطينية غدا في العاصمة المصرية القاهرة، بعدما شهدت المفاوضات غير المباشرة في قطر تقدما. المصادر ترجح أن يخصص اجتماع الغد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ستعلن تفاصيله نهاية الأسبوع المقبل إن سارت الأمور بشكل إيجابي، في حين تنفي علمها بتأجيل الموعد بعد الحديث عن نية تل أبيب المقاطعة إلى حين تسلمها قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لدى حماس. تؤكد أن ملف عودة النازحين من الشمال إلى منازلهم هو الملف الذي حاز نقاشا مستفيضا في الساعات الأخيرة. هنا تفيد المصادر بأن الحركة ترفض مقترحا ورد في مفاوضات باريس يقول بعودة النازحين ضمن تفاصيل أمنية دقيقة، ولكن باستثناء من هم في سن التجنيد أي بين 16 و50 عاما. النقاش لا يزال جاريا وفق المصادر في هذا الملف، تحديدا حول أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم، في إلى جانب أسماء الأسرى الإسرائيليين سواء كانوا أحياء أو أموات. ومن القاهرة أيضا التي تتحضر لاستقبال المفاوضات المعول عليها غدا، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري عزم بلاده التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى بحلول شهر رمضان، عزم أرفقه شكري بتأكيد استحالة القول بالوصول إلى تفاهم في المفاوضات حتى الآن. من القاهرة انضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، ومن رام الله انضم إلينا القيادي في حركة فتح منير الجغوب. أهلا بكما على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك أستاذ منير، هناك مساران، مسار في القاهرة يستكمل حول تبادل الأسرى وأيضا حول وقف الإطلاق النار والتهدئة قبل رمضان، وهناك أيضا مسار متعلق بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية. أنا أريد أن أبدأ معك بمسار القاهرة، على الرغم من عدم مشاركة فتح، عدم مشاركة السلطة في هذا المسار، ولكن هل عادة يتم إطلاعكم بآخر المستجدات أو التنسيق معكم بأي شكل من الأشكال؟ يعني نطلع على ذلك عن طريق الأشقاء العرب سواء في القاهرة أو في قطر، ولكن أريد أن أنوه هنا بأن نتنياهو يعني أكثر شيء يسعده عندما يستمع أن هناك رهائن قد قتلوا في قطاع غزة. نتنياهو يريد أن يسحب هذه الورقة القوية من يد الفلسطينيين، بالتالي هو اتخذ قرار في بداية الحرب بشكل سري مع مجموعة من كابينة الحرب الخاص به بأنه يريد أن يعتبر هؤلاء الرهائن وكأنهم بعداد الموتى، إضافة إلى من قتلوا في غلاف قطاع غزة. بالتالي هو الموضوع لا يؤرقه كثيرا، حتى عندما يرسل وفوده يعطيهم تعليمات بالاستماع فقط وعدم إبداء الرأي وعدم المشاركة وعدم إعطاء أي أمل أو بصيص أمل. بالتالي هذه اللعبة التي يلعبها نتنياهو هدفها هو إطالة أمد الحرب، الرهان على عودة الرهائن أحياء أو أن يتم قتلهم في قطاع غزة وينتهي هذا الملف الضاغط عليه ويذهب إلى مخططاته اليمينية الصهيونية التي يؤمن بها بشكل كبير، وهي تهجير الفلسطينيين
القضاء على أكبر عدد منهم، منع إقامة الدولة الفلسطينية، منع التواصل الجغرافي ما بين الفلسطينيين. بالتالي هذه الأهداف التي يؤمن بها نتنياهو هو يعتقد أنه يستطيع أن يحققها على أرض الواقع. الآن هو كما قال الإعلام الإسرائيلي قبل 10 دقائق بأن وفدهم سوف يذهب إلى القاهرة، ولكنه أيضا حمل هذا الوفد مجموعة من الأفكار التي يريد أن يعيق بها الصفقة ويضع العصي في دواليب هذا الوفد، وألا يكون هناك أي تقدم، وهو يذهب فقط لإرضاء القاهرة وقطر والولايات المتحدة، ولكنه لا يقدم أي شيء على أرض الواقع على طاولة المفاوضات. أذهب لدكتور سمير غطاس. دكتور سمير، من القاهرة لقطر لباريس، لباريس 2 إلى القاهرة من جديد، ما الذي نتوقعه؟ فهل فعلا هناك انفراج غدا، أم أن ما حدث في دوار النابلسي وأيضا ما حدث من مقتل أسرى جدد ومن شروط إسرائيلية ومن شروط من قبل حماس تقول بأنه لا صفقة قريبا ستعقد بين الجانبين؟ يعني يجب أن نبدأ من تصريحات الرئيس بايدن. الرئيس بايدن الذي كان قد حدد يوم الاثنين القادم، أي بعد غد، موعدا للإعلان عن صفقة جديدة، تراجع عن هذا الموعد المحدد وقال أنه يأمل أن يحدث هذا قبل حلول شهر رمضان. الآن نحن أمام أسبوع أو 10 أيام على أكثر تقدير للتوصل إلى هذه الصفقة. هناك بعض المؤشرات على احتمال أن نصل إلى هذه الصفقة قبل موعد شهر رمضان المحدد. أولا، الوفد الإسرائيلي الذي يفترض أنه سيبلغ القاهرة شروطه ويتلقى أيضا ردا من القاهرة يكون قد وصل القاهرة الآن، ومن المنتظر أن يصل الوفد الإسرائيلي، الوفد الحمساوي، غدا مساء الغد الأحد ليبدأ أيضا مفاوضاته عبر الوسيط المصري الحصري الذي كان حصريا قبل أن تدخل قطر على الخط، ليبلغ أيضا مصر بموقفه النهائي. مصر ستبذل جهدا كما هو معروف للتوصل إلى حلول وسط للمشكلات العالقة. المشكلة الأولى هي عدد وأسماء وفد الإسرائيلي الذي أدخل نتنياهو، الذي أدخل شرطا جديدا لم يكن واردا لا في باريس ولا القاهرة، وهو تهجير أو اقتلاع الأسرى بين قوسين الملطخة أيديهم بالدم أو أصحاب المحكوميات العالية إلى خارج الأراضي الفلسطينية. والشرط الثاني الذي أضافه هو الحصول من حماس على قائمة بأسماء كل الأسرى الموجودين لديهم. وفقا لمعلوماتنا فإن الأمر تحرك قليلا في الاجتماعات التي تشهدها القاهرة منذ اليوم وغدا والأيام القادمة إن شاء الله، أن وفد حماس قبل أن يقدم قائمتين من الأسماء، قائمة بأسماء القتلى الذين قتلوا في غزة، وقائمة مصغرة بمن هم موجودين عندهم، واشترط أن يكون هناك وقت وحركة وحرية حركة لضباطه ومسؤوليه كي يستطيعوا أن يستكملوا هذه الأسماء. فيما يتعلق بشرط منطقة رفح أو عودة النازحين على منطقة رفح، أعتقد أن إسرائيل سوف تتمسك بهذا الأمر. هناك ما يزال عقبات من الجانبين، لا يمكن القول بأن هناك مؤشرات أكثر إيجابية، لكن هناك عدد من المؤشرات الأخرى بأن إسرائيل لم تبدأ بعد عمليا استعدادها لعملية ما يسمى بعملية رفح. لا توجد قوات برية جاهزة للعمل، ولم تستوفي إسرائيل الشروط التي حددتها الولايات المتحدة للموافقة على مثل هذه العملية. دكتور سمير، أنت تحدثت عن الأرقام، هل المشكلة في أرقام الأسرى أم في نوعية الأسرى؟ يعني حماس تشترط أسماء بعينها أيضا، هل نتحدث هنا عن يمكن أن تشكل هذه النقطة عائقا أمام هذه المفاوضات والتوصل إلى صفقة؟ يعني كما هو معروف من التقارير الصحفية أن حماس نزلت بسقف من كانت تطالب بهم من يعني عدد ضخم يتجاوز 1500 أسير، بمن فيهم 1500 أسير من ذوي المحكوميات العالية، إلى الآن 4000 أسير و15 من أو 150 من المحكوميات العليا.
حماس تطالب من إسرائيل بقائمة بالأسماء. حماس فيما أعتقد الوفد الذي سيصل اليوم سيبلغ مصر بالأسماء التي يوافق على إخراجها من السجون، سواء كانوا من المحكومات العليا أو من يعني بقية الأسماء المطروحة للإفراج عنها. بالمقابل كما أشرت، إسرائيل تطالب حماس بقائمة كاملة بكل الأسرى والرهائن الموجودين لديها. أنا أعتقد أن هناك إمكانية للتوصل، وخاصة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، وهذا محدد أساسي في أي نقاش، هذه هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل، وبالتالي لا أحد يطلب من حماس رفع الراية البيضاء أو إلقاء السلاح. يطلب منها ما يمكن أن نسميه بصراحة المحارب، نطلب منها إعطاء الفلسطينيين، المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون كل يوم للمذبحة، إعطائهم نفس تنفس قليلا لستة إلى سبع أسابيع طوال شهر رمضان والعيد، ريثما نبدأ مرة أخرى مفاوضات حتى المرحلة الثانية بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. وبالتالي لا يوجد مبرر لإفشال هذه الصفقة وإعطاء نتنياهو مبرر كافي لشن هذه العملية التي يصر عليها ويطوق إليها استنادا إلى ما كان يسميه بتشدد حركة حماس. طيب أستاذ منير، هل تنتظرون نتائج هذه المفاوضات كغيركم؟ يعني لا يتم إطلاعكم إلا من الوسطاء العرب كما تقول على النتائج، يعني لا ليس لديكم رؤية تطرحونها مثلا على حماس أو تنسقون مع حماس، أو ما المطالب التي مثلا ذكرها دكتور سمير غطاس لا تطرحونها على حماس؟ يعني هو المطلب الأساسي هو أن تقف هذه الحرب، حتى لو كانت الوقوف بشكل تدريجي أو على مراحل، المهم أن نصل إلى نهاية إيقاف هذه الحرب بشكل كامل ووقف هذا العدوان، ليس فقط على قطاع غزة بل على كل الدولة الفلسطينية. بالتالي يعني المطلب الأساسي الموجود والتي حتى تم الحديث به، المطلب معروف، تطرحونه على من أستاذ منير؟ هذا هو هذا طرح أمس في موسكو على الوفود التي كانت موجودة يوم أمس، وتم الحديث بهذا الجانب، وتم الحديث على ضرورة الإسراع بعقد صفقة وتجنيب الشعب الفلسطيني مزيدا من القتل والتدمير. تم الحديث عن ما هي الأهداف السياسية من هذه الحرب، هل نحن نخوض هذه الحرب فقط بشكل عادي وبدون أي نتائج سياسية؟ ما هي الأهداف السياسية المرجوة؟ طيب، كيف سوف نخرج بأهداف تخدم القضية الفلسطينية؟ وكل هذا الموضوع طرح على الطاولة، وللأسف الشديد هناك ضبابية في الإجابة من قبل حركة حماس، لأنه حتى حركة حماس الآن يعني أصبحت لا تعلم أين تذهب الأمور، وهي تتعامل مع وحش حقيقي في قطاع غزة، يتحدث عن هدنة وتبادل الأسرى ويشن حرب يوم أمس على دير البلح وعلى خيام اللاجئين الفلسطينيين. بالتالي الصورة حقيقة ضبابية، الاحتلال بشع في الجرائم التي يقوم بها. موضوع حتى لو تنازل الفلسطينيين يبقى الاحتلال يريد أهداف أكثر وأكبر، ويريد أكثر من مكاسب أكثر، يريد أن يقدم نتنياهو للجبهة الداخلية في إسرائيل أنه يحقق ما يريد عن طريق الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة. بالتالي يعني كل ما يقوم به نتنياهو هو مزيدا من الضغط. طيب، ما الذي تقدمونه أنتم في حركة فتح والدخول لرفح مقابل أن يحصل على مزيد من المكاسب؟ أنت أشرت منذ قليل إلى موسكو، لماذا ذهبتم إلى موسكو؟ يعني حقيقة الذهاب إلى موسكو فيه أسباب عديدة. أحد هذه الأسباب أول شيء كسر القطيع الموجودة ما بين أغلب الفصائل الفلسطينية، لا يوجد حوار فلسطيني مباشر، بالتالي الذهاب إلى موسكو هو جزء من أستطيع أن أقول إذابة الجليد، فتح حوار، الحديث مع بعضنا البعض، الاستماع إلى بعضنا البعض. لا يكفي أن نتقاطع في الآراء السياسية وفي المطالب في وسائل الإعلام، ولكن على الطاولة لا يوجد أي لقاء. أنا أقول لك حتى إذابة الجليد في موسكو، لأن موسكو سنويا تطرح ذلك، لأن موسكو هذه الورشة تقام بها سنويا يا سيدتي، وهذا الموعد هو موعد عقد هذه الورشة، أخذ ضحى تعقد سنويا منذ سنوات، وهذا الموعد تاعها كان
وكان فرصة لإذابة الجليد والتقارب حتى في الحديث، حتى لو خرجنا بورقة أنا شاهدت ردة الفعل الفلسطينية. خليني أسألك إذا سمحت لي، كيف هو تعليقكم تفضل. يعني على رد موسكو بأنها ترى أن السلطة الفلسطينية هي فقط التي يجب أن تتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب أو في أي مرحلة من المراحل، وبالتالي سأعود وأسألك مرة جديدة، يعني كل المناطق، كل الدول، كل الوسطاء لم تنفع مناطقهم في إذابة هذا الجليد، ماذا عن فلسطين نفسها؟ ألم تستطيعوا أن تذيبوا الجليد بحوارات قبل الذهاب إلى موسكو؟ يعني حقيقة نحن لم نستطيع إذابتها، حتى لو كان هناك حوارات داخلية، حتى لو كان البرد شديد في موسكو، فممكن أن يكون هو فسحة من الأمل لإذابة الجليد. أنا كنت سعيد بما تحدث به وزير الخارجية الروسي، قال كلمتان، قال يسوع نبي يحترمه ويجمع عليه المسلمين والمسيحيين، ويجب ألا تخرجوا من هذه القاعة إلا وأنتم متفقين. بالتالي يعني حقيقة حتى الورقة لم يكن فيها الاتفاق السياسي المطلوب والمنشود، ولكن يعني بداية، مع أنه يعني إذا شاهدت مواقع التواصل الاجتماعي الشعب الفلسطيني تحديدا في الأرض المحتلة كله غاضب من هذه الورقة، يعني وتعليقات كثيرة غير راضية عنها أيضا، ويقولوا ممكن كانوا أن تمرروها عبر الواتساب وتتفقوا، وهناك من هاجم الفصائل بشكل كبير، وهذا من حق الشعب الفلسطيني فعلا بعد كل هذه السنوات وهذه الدماء وهذه الحروب، وما زلنا نذهب هنا وهناك ولم نتفق حتى على الحد الأدنى بالسياسة بالورقة المطروحة، لم نتفق على طريقة إدارة المعركة. يعني قبل شوي سألتيني أنتم مطلعين ولا لا، حكيت لك مطلعين من الأشقاء العرب والوسطاء وليس من 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 شركائنا في نفس المشروع الوطني. بالتالي يعني قد تكون فرصة حقيقية لعودة الحديث، تبادل الوجهات النظر، الضغط، تقديم اقتراحات ما بين بعضنا البعض للتخلص من هذه الحرب، وقف هذا العدوان باتفاق فلسطيني داخلي. ما الذي تقدمونه من اقتراحات وماذا تتوقعون من الغد؟ ولكن دكتور سمير غطاس، هل يمكن إذابة الجليد في ظل شتاء موسكو؟ يعني لماذا موسكو بالتحديد يمكن أن تقوم بهذا العمل السحري الذي لم تقم به أطراف أخرى؟ هل تعتقد فعلا بأن الانقسام الفلسطيني يمكن أن يحل في موسكو؟ يعني سأجيب باختصار حتى ننتقل إلى الموضوع الأساسي، وهو توقع المفاوضات وتوقع أي صفقة. أحد القياديين في قطاع في الجبهة الشعبية أصدر تصريحا أعتقد أنه سأقتبسه، قال هو نوع من السياحة السياسية. موسكو دأبت على جمع كل الأطراف الفلسطينية من الفصائل للتوصل إلى، طيب يا أخي ما أنا قلته، وبالتالي كان الموضوع الأساسي هو التوصل إلى وفاق فلسطيني. الموضوع الوحيد الذي لم يصدر بشأنه أي بند، 10 بنود صدرت عن اجتماع موسكو ليس فيها أي بند يتحدث عن مصالحة أو جمع الأطراف، وبالتالي يعني صدق التعبير أنه هذا نوع من السياحة السياسية. طيب، التي تحاول، خليني أسمع رأي ضيفي إذا سمحت دكتور سمير، لها في الموضوع. لنعود مرة أخرى إلى قبل أن نعود إلي، لو تريد أن ترد أستاذ منير على ذلك، ما فعلتموه في موسكو لا يتعدى حدود السياحة السياسية. هو هذه المقولة للأخ وليد العوض، عضو في حزب الشعب الفلسطيني وليس في الجبهة الشعبية. على كل حال يعني هذه وجهة نظره، وأنا يعني سواء اتفقت أو اعترضت مع هذه وجهة نظر لشخص يعيش تحت الحرب وتحت حراب الاحتلال. على كل حال موضوع موسكو، يعني أنا قلت لك نحن لم نذهب وكنا متفائلين بأنها سوف تعود بنتائج كبيرة، قلت بأن هذه ورشة سنوية تقام لكل الفصائل وكل فصيل فلسطيني يقدم بها اقتراحاته. يعني موضوع القاهرة فضلت أن يكون هناك ورقة تخرج حتى لا تسبب إحباط للناس ولا ترفع الناس سقف توقعاتها من هذا اللقاء. الفجوات ما زالت كبيرة، يعني حتى في موضوع منظمة التحرير تحدثوا بها بأن هناك حوارات من أجل أن يكون هناك التقاء في داخل منظمة التحرير، لم يتحدثوا عن الدولة الفلسطينية على حدود 4 من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، بقيت موضوعا فضفاضا. بالتالي هي الملاحظات كثيرة، ولكن كما قلت قبل قليل قد تكون مدخلا جيدا
لإذابة الجليد، لعودة الحديث عن الغد للوفاق الوطني الفلسطيني الداخلي، للوحدة الفلسطينية الداخلية. إذا سمحت أستاذ منير، هل ما الذي تتوقعونه غدا، وإذا كان لديكم أي دور؟ يعني بداية الدور هو النصيحة والحديث مع الأشقاء العرب والوسطاء وطرح الرؤية التي تقترحها قيادة منظمة التحرير على رأسها الرئيس محمود عباس من وقف العدوان إلى آخره. يعني أنا أتوقع بأن يوم غدا في القاهرة نتنياهو لا يريد أي اتفاق، حتى لو حركة حماس سلمت الرهائن بدون أي مقابل نتنياهو لا يفكر في اتفاق. نتنياهو كما قال أعضاء الكونغرس الذين ذهبوا وقابلوا، قالوا هو فقط كل ما في رأسه هو تدمير قطاع غزة وجعله مكان غير صالح للحياة. موضوع الرهائن والقضاء على حماس هي حجة من حجج نتنياهو التي يستخدمها لإطالة أمد الحرب وتدمير الشعب الفلسطيني. دكتور سمير، أنت أشرت إلى تصريحات نتنياهو، هل هذا يعني أنه غدا لن يتحقق أي اختراق في القاهرة؟ لا تماما، أنا أعتقد أن نتنياهو يتعرض لضغوطات عديدة إذا سمح الوقت بذكرها. أولا بايدن الذي يعني يفترض أن يكون المحرك الأساسي لهذه المفاوضات، هو شخصيا يتعرض لانتقادات حادة حتى من أقرب يعني الصحفيين والإعلاميين يعني المحسوبين عليه. لدينا عدد كبير من التصريحات والمقالات التي انتقدته سواء في الواشنطن بوست أو في الفاينانشال تايمز، وهو من المحسوبين، من الكبار الكتاب المحسوبين عليه. هو قال أنه سيرحل الموعد، توقعاته أصبحت ليست يوم الاثنين، كانت تقديراته خاطئة بناء على معلومات خاطئة ورحل إلى بداية الأمر، لكنه يمارس ضغطا حقيقيا سوف أذكره بسرعة على نتنياهو الذي يمثل أحد العقبات أمام التوصل إلى هذا الاتفاق. أولا هو طرح أنه في منتصف مارس على إسرائيل أن توقع على وثيقة بأنها لن تستخدم الأسلحة التي والذخائر التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل إلا وفقا لقواعد القانون الدولي. اثنين، أنها لن تمنع على الإطلاق المعونات والغذاء والدواء عن المحتاجين لها أثناء الحرب. من جهة ثانية هو استدعى أو دعا جانتس، بني جانتس هو المرشح الأوفر حظا لخلاف نتنياهو أمس في تصريحات في استطلاعات الرأي المتتالية وأخرها أمس استطلاع للرأي في دافار، أعطى جانتس 41 مقعد ولم يعطي ليكود بزعامة نتنياهو أكثر من 18 مقعد، وهو بالتالي يتحدى نتنياهو ويذهب إلى واشنطن وحده ليحدد مستقبل السلطة في إسرائيل التي باتت الآن محك انتقاد. أضيف هنا بأن الكنيست سوف يشهد في الأسابيع القادمة تقديم قانون لتجنيد المتدينين الحريديم، ويمكن أن يواجه هذا المشروع بربما إسقاط الكنيست وفكه وبالتالي التوجه إلى انتخابات جديدة. كل هذه المعلومات هي تؤيد أو تضغط بقوة على نتنياهو حتى يعني يبدي مرونة أكثر في التوصل إلى اتفاق، خاصة كما أشرت أن الجيش لم يستعد بعد للعملية التي يهدد بها دائما. وبالتالي لدينا أوراق تقول أن نتنياهو يجب أن يبدي مرونة أكبر، خاصة أن القضايا التي يطرحها ليست مصيرية، وبالمقابل أيضا على حماس أن تبدي مرونة أكثر كما أشرنا، ليس مطلوبا منها لا رفع الراية البيضاء ولا تسليم سلاحها، لكن عليها لا تقنعنا نحن، لكن عليها أن تقنع الشعب الفلسطيني أن أبناء كل قياداتها، وسوف أذكر هنا ومعي السجلات، أمس خرج يوم 24 خرج كل أبناء خالد الشاعر وهو مدير المعابر في حماس، كل أبناء 8 منهم خرجوا، قبلها خرج أحفاد الزهار، قبلها خرج أبناء السراج، لم يعد هناك أحدا من أسر القيادات التي تزعق خارجا وتتحدث عن صمود الشعب الفلسطيني موجودا في غزة. ويكفي هذا الأمر، ونقول لهم ضعوا أولوية الحفاظ حماية أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة هي أولوية مطلقة وليست محل لي لا للمزاودة ولا محل للضغط، ورقة للضغط. احترموا هذه المسألة، كما قلنا أن ما يتم النقاش حوله الآن هو صفقة أولى فقط وليس نهاية المطاف. أمامنا ما يزال لدى حماس، ما يزال حتى إذا صدقت توقعاتها بسبعين قتيل فيعني أن لديها ما يزال أكثر من 65 أسير أو رهينة إسرائيلية يمكن في الجولات القادمة أن
ترفع مستوى ممارستها لتحصل هذه على نقطة أكبر غاية في عدد الأهمية دكتور سمير ما أشرت إليها من إخراج القادة لكل ذويهم أو أغلب القادة أو بعض القادة لا يوجد لا يوجد ولا واحد من المكتب السياسي أو من رؤساء المكاتب السياسية في حماس أولادهم أو أسرهم في غزة لا يوجد ولا واحد وأستطيع أن أثبت ذلك بالأسماء. شكرا جزيلا لك دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القاهرة والقيادي في حركة فتح منير الجاكوب كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لكما. ميدانيا أعلنت الوكالة الفلسطينية عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات إثر استهداف القوات الإسرائيلية 3 منازل في دير البلح وجباليا في قطاع غزة. أكدت مصادر محلية أن الطائرات الحربية استهدفت منزلين شرق دير البلح وسط قطاع غزة ومنزلا في مخيم جباليا شمال القطاع مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الركام. كما سقط 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مسجد البخاري في دير البلح جنوب قطاع غزة في الوقت الذي تواصل فيه مدفعية الجيش الإسرائيلي استهداف المناطق الشرقية لوسط القطاع. سيضعنا في مزيد من التفاصيل الميدانية مراسل الحدث أحمد حرب الذي ينضم إلينا من رفح جنوب قطاع غزة. إليك أحمد. نعم ضحى، التطورات الميدانية على حالها، القصف الإسرائيلي مستمر ولكن هناك تركيز ربما من القوات الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية في مناطق متعددة ومحدودة خاصة في جنوب القطاع في خان يونس. قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدد من المنازل في المناطق الجنوبية الغربية، أيضا في حي الأمل على مدار الأيام الماضية وخلال اليوم هناك تفجير لعدد كبير من المربعات السكنية من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة والمتوغلة في هذا الحي. أيضا في المناطق الشرقية في بلدة عبسان قبل قليل الطائرات الحربية قصفت مجموعة من المواطنين، هناك عدد من الإصابات والضحايا في هذا الاستهداف لمجموعة من المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس، وبالتالي خان يونس ما زالت تعتبر ساحة للعمليات والقتال من قبل القوات الإسرائيلية. لا زالت أيضا الاشتباكات متواصلة ومستمرة خاصة في المناطق الغربية لمدينة خان يونس. في المناطق الوسطى في شرق البريج والمغازي هناك استهداف من المدفعية الإسرائيلية، في شمال مخيم النصيرات أيضا في منطقة المغراقة هناك عدة استهدافات من الطائرات لعدد من المنازل، والقوات الإسرائيلية المتوغلة في هذه المنطقة فجرت أكثر من منزل خلال الساعات الماضية. في دير البلح هناك استهداف من الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزلين وأرض زراعية فارغة ومسجد، مما أسفر عن عدد من الضحايا وأيضا الإصابات. حتى اللحظة وزارة الصحة لم تعلن عن الرقم الحقيقي والرسمي لهذه الاستهدافات التي حصلت في دير البلح على وجه الخصوص. التركيز الآخر في جنوب مدينة غزة في حي الزيتون الذي لا زال يشهد عمليات عسكرية متواصلة، سواء من الدبابات التي تقصف المنازل، الطائرات التي تستهدف منازل بعينها في حي الزيتون، والاشتباكات متواصلة ومستمرة بين وقت وآخر في المناطق أيضا الغربية لحي الزيتون. في شمالي القطاع في مخيم جباليا قبل قليل الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل، مما أسفر عن 20 ضحية وعدد من الإصابات حسب ما تقول الصحة الفلسطينية هنا، وبالتالي الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع ما زالت مستمرة، ولكن ربما التركيز الأكبر وفي خان يونس وأيضا في المناطق الوسطى وفي جنوب مدينة غزة في حي الزيتون. أحمد، مع هذه التطورات المستمرة الميدانية كل هؤلاء المصابون أين يذهبون في ظل انهيار القطاع الصحي بالكامل والمستشفيات حتى الميدانية منها؟ يعني جل الإصابات التي تكون في مدينة خان يونس تنقل إلى مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح، ولكن الإصابات والضحايا في مدينة غزة يتم نقلها إلى مجمع الشفاء الطبي، وبالتالي هناك ضغط كبير ضحى على هذه المشافي، خاصة ونحن نتحدث أن هناك نقص في الوقود، هناك توقف للمولدات الكهربائية التي تعمل على إدامة الكهرباء وإدامة أيضا الأجهزة الحيوية داخل هذه المشافي، هناك أيضا نقص في المعدات والمستلزمات الطبية، مادة التخدير
غير متوفرة في المشافي، خاصة في مدينة غزة وشمالها. ليس أحسن حالا أيضا المشافي في جنوبي القطاع، خاصة مشفى أبو يوسف النجار أو مشفى غزة الأوروبي. كذلك الأمر هناك تكدس وازدحام في الأقسام من المصابين والجرحى والمرضى، وبالتالي هناك محدودية في تقديم الرعاية الطبية والخدماتية لهؤلاء المصابين والجرحى. هناك عدد قليل من الأطباء يتعامل مع عدد كبير من الإصابات، وبالتالي هذا يؤدي إلى يعني وفاة عدد كبير من المصابين نتيجة عدم قدرة الأطباء وعجزهم عن تقديم الخدمات الطبية لهم. بالإضافة أيضا إلى أن هناك نقص في الإمدادات الطبية في هذه المشافي، على الرغم من أن هناك مساعدات تدخل وإمدادات طبية عبر معبر رفح، لكن الصحة الفلسطينية تقول أن 70% من هذه الإمدادات الطبية لا تلامس احتياجات وزارة الصحة. مراسل الحدث أحمد حرب كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة. ختام الساعة الأولى مشاهدينا من استوديو الحدث، أعود وألقاكم على رأس الساعة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. قاتلوا في صفوف الجيش الألماني ثم أعدموا بلباسهم العسكري. صنفوا كأعداء للدولة وسحبوا بعدها إلى معتقلات الإبادة النازية. من هم غجروا ألمانيا؟ ولماذا تم الغدر بهم من قبل بلادهم؟ وكيف يعاني من تبقى منهم حتى اليوم؟ الغجر يصعدون إلى الهاوية، مهمة خاصة. الليلة 9:30 على شاشة العربية. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك، كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً.
حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث، هذه أبرز العناوين. مقتل 3 من عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية بمسيرة استهدفت سيارة تقلهم في الناقورة. مصادر تتحدث عن استئناف مفاوضات الأسرى في القاهرة غدا، إسرائيل تشكك وتشترط للمشاركة كشف حماس عن أسماء الأسرى. بايدن يعلن نية بلاده المشاركة في عمليات إسقاط مساعدات غذائية على غزة خلال الأيام القادمة وإقامة ممر بحري. بأمر من القضاء الكويتي، الانضمام لحزب الله اللبناني جريمة يعاقب عليها القانون. بعد مقتل 3 من عناصر الحزب في غارة إسرائيلية أمس على جنوب لبنان، تواصل إسرائيل حرب الاغتيالات آخرها اليوم. فقد أفاد مراسل الحدث بأن 3 عناصر من حزب الله، أحدهم مسؤول أمني، قتلوا في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كانوا يستقلونها في منطقة الناقورة جنوب لبنان. أضاف مراسل الحدث أن جثة متفحمة بالكامل قد وصلت إلى إحدى مستشفيات المنطقة. هذا وتحدث مصادر صحفية عن استهداف السيارة بثلاثة صواريخ أطلقت من المسيرة، بينما لا تزال هويات القتلى الثلاثة مجهولة حتى اللحظة. من جانبه، أعلن حزب الله استهداف موقع العلام على الجانب الإسرائيلي. الله أكبر، لك يا لك لك. الظاهر صايبيطة بالسقف هي. طبعا. منطقة الناقورة التي شهدت هذا الاستهداف تعتبر موقعا مهما لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل، والتي تتخذ منها مقرها الرئيسي. من بلدة رميش في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود، أهلا بك معنا من جديد. أي معلومات جديدة تكشفت حول هذا الاستهداف الأخير لإسرائيل لعناصر لحزب الله؟
الجديد هو النعي الرسمي لهذه هذه العملية من قبل الإعلام الحربي لحزب الله. منذ 10 دقائق كان قد أصدر الإعلام الحربي البيان الثاني في النعي الثاني. كان قد نعى منذ حوالي 25 دقيقة مقاتل أول، ثم بعد ذلك نعى الثاني. ننتظر أيضا البيان الثالث الذي سيكون بالتدليل على هوية هذا الشخص الثالث. بالنسبة إلى هذا النعي، جاء التوصيف من قبل الإعلام الحربي بأنه الشهيد المجاهد، في حين كان في بعض الأحيان يذهب إلى التوصيف بالقول القائد. المعلومات التي حصلنا عليها تشير إلى أن من بين الثلاثة قيادي تقني متخصص في العمليات الحربية والعسكرية، وتحديدا في المسائل التقنية، بمعنى أنه يرتبط إما بالعمل السبراني وإما أيضا بعمليات الإطلاق الجوي للمسيرات، التي جزء منها ما يطلق عليه الحزب بحسب التوصيف الذي خرج صباح اليوم بعد أن قام باستهداف لموقع قيادي مستحدث في مستوطنة ليمان، بأنه كانت هنالك مجموعة تقوم بإرسال مسيرة انقضاضية، أي مفخخة، باتجاه الموقع. وعليه من الصباح حتى هذا التوقيت يمكن الشرح إلى أن الإعلام الحربي بداية نعى ثلاثة من المقاتلين هم من الغارة التي حصلت في رامية، ونعى منذ 20 دقيقة كما أشرت معك إلى اثنين من المقاتلين في حادثة. لكن مرة جديدة محمود نعود ونذكر معك بهذا الرد الأول من قبل حزب الله بهذا البيان، بيان النعي حول ما حدث اليوم، واستخدام حزب الله لألفاظ وتوصيفات معينة في هذا النعي. نعم، عادة ما يذهب الإعلام الحربي إذا كان هنالك من شخصيات على مستوى قيادي مهم إلى القول القائد الميداني، أما فيما بقي فتذهب إلى التوصيفات العمومية، والذي كنت قد أتيت معك على ذكره في النشرة التي سبقت هذا المباشر، هو بالقول إلى أنه الشهيد المقاوم وأنه على طريق القدس. نعم، ولكن ما الذي جاء في بيان النعي اليوم؟ ثاني ننتظر النعي. النعي اليوم هي تأتي توصيفات على حسب بالاسم أو بحسب البلدة التي ينتمي إليها، وما عدا ذلك هي توصيفات عمومية على كل المقاتلين الذين يقضون أثناء هذه المواجهات، ومن دون تفاصيل، بمعنى عن المهمة أو المكان الذي كانوا فيه أو عن العمل العسكري الذي نفهم ذلك محمود، ولكن دعنا نركز على ما جاء في بيان النعي. ما الذي جاء في بيان النعي؟ أنا سأذهب لذلك، لن أذهب معك إلى ما يسمى بعملية الاستنتاج، سأذهب معك مباشرة إلى عملية مباشرة القراءة الآية القرآنية الكريمة التي تتحدث عن أن من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مبدل تبديلا، ثم بعد ذلك يأتي النص تزف المقاومة الإسلامية إلى آخره، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. هذا هو النص الحرفي الذي يعتمده حزب الله منذ بداية 7 أكتوبر إلى اليوم، مع المفارقة إلى أنه إذا كان هو قائد ميداني على مستوى المجموعة تضع عليه القائد الميداني. لكن هل في أي معلومات تتحدث عن أي شيء له علاقة بمهمات هؤلاء الذين قتلوا اليوم في هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد؟
على المستوى الرسمي لحزب الله هو لا يذهب، يعتبرها من القضايا العسكرية التي تعتبر أسرار لدى حزب الله. عادة ما يذهب الإعلام اللبناني بعمليات النشر عن طريق الاستقراء أو طريق المصادر أو طريق الربط، بمعنى أن الذي جرى فجرا هو مع الساعة 6 إطلاق مسيرة انقضاضية باتجاه الداخل. البقعة التي حصلت فيها الاستهداف في النقورة هي كانت على خط نار. لكن محمود حتى نوضح ذلك للمشاهدين، أنت أشرت إلى قائد تتعلق مهامه بالتقنيات، هل واحد من الثلاثة الذين قتلوا اليوم هو من تشير إليه أم نتحدث عن الثلاثة الذين قتلوا بالأمس؟ نعم، أتحدث عن الثلاثة الذين قتلوا صباحا، أن واحد منهم على المستوى التقني متخصص في القيادات الميدانية التقنية. عندما نتحدث عن التقني بالمفهوم العسكري والأمني، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه التقني هو كل ما يتصل بالعمل المادي للأجهزة على الأرض، إن كان من جهة السبراني، التنصت، الاستشعار عن بعد، أو أيضا من جهة التقني على مستوى السلاح الحربي وتحديدا الجوي من خلال إطلاق هذه المسيرات التي تذهب إلى الداخل ثم بعد ذلك تعود، أو هذه المسيرات التي تقوم بعملية انقضاض فعليا على الأرض. الذي يقود هذه العمليات العسكرية الدقيقة في المواجهات وخاصة في سلاح الجوي يجب أن يكون متخصصا على المستوى التقني حتى يتمكن من إدارة والتحكم والسيطرة بهذا. سنكتفي معك بهذا القدر. كنت معنا من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر، شكرا جزيلا لك. من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان. دكتور حارث، أهلا بك معنا على هذه النشرة وأيضا في استوديو الحدث. أبدأ معك إذن بقراءتك لهذا الاستهداف اليوم، هل نتحدث عن تطور جديد في الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله أم استمرار للتصعيد في إطار قواعد الاشتباك حتى وإن خرجت قليلا لا تصل إلى مستوى حرب حتى الآن؟ مساء الخير إليك وللمشاهدين الكرام. لا، هي سلسلة يعني من العمليات المتصاعدة. أما الكلام عن قواعد اشتباك، سقطت قواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك التي يتكلم عنها حزب الله انتهت منذ قصف النبطية. ما هي قواعد الاشتباك؟ يعني عملنا عليها يعني أسطورة قواعد الاشتباك. ليس هناك من قواعد الاشتباك، كل ما تم هو سنة 96 تفاهم نيسان بأن استهداف المدنيين من كلا الطرفين ممنوع، أن يعني لا يستهدف حزب الله المدنيين وإسرائيل لا تستهدف منشآت مدنية. انتهت هذه أنا أتحدث عن قواعد الاشتباك التي بدأت بمفهومها الجديد بعد 7 أكتوبر باستمرار هذه الاستهدافات. ليس هناك من قواعد الاشتباك، هذه أسطوانة مشروخة. ليس هناك من قواعد الاشتباك. إسرائيل مطلقة اليد في أن تستهدف ما تشاء. حزب الله يخوض مواجهة مقيدة بأمرين. الأمر الأول هو عدم رغبة إيران بالانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، وبالتالي هو لا يستطيع. هذه ليست قدرات حزب الله. ما يفعله حزب الله الآن هو أقل من قدراته العسكرية. ردود حزب الله هي ردود ليست يعني لا تسعى إلى التصعيد، بل على العكس تسعى إلى القيام بردود معقولة لا تؤدي إلى حرب شاملة. المسألة الثانية المقيد بها حزب الله هو الانكشاف الأمني. والانكشاف الأمني ليس فقط بسبب يعني أجهزة الخليوي، ولكنه انكشاف أمني استطاعت فيه إسرائيل خلافا لحماس. إسرائيل لن تستطع أن تنال انكشاف أمني لدى حماس، ولكنها اليوم يعني حققت انكشاف أمني لكل محور طهران الناقورة. لديها إسرائيل يعني معلومات دقيقة عن طهران، عن إيران بذاتها، عن
الأزرع الإيرانية في العراق، عن التواجد الإيراني والميليشيات التابعة له في سوريا، ولديه أيضا معلومات دقيقة عن يعني تشكيلات حزب الله في لبنان. حزب الله الآن يدفع ثمن هذين الأمرين، ويعني لندع الجعجعة جانبا. دكتور حارس، خسائر حزب الله هي كبيرة. نعم، إسرائيل لا تستهدف فقط عناصر حزب الله، إسرائيل تستهدف اليوم عناصر حزب الله في الناقورة حيث توجد قوات اليونيفيل. ما الذي يعني هذا؟ لا يعني شيئا، قوات اليونيفيل هي يعني جمهور يتفرج على الاشتباكات، تعني أن هناك كان عملية قام بها حزب الله، المجموعة معروف مينية، واحد من بتحارب واحد من آل عباس، وهم مقاتلين، أطلقوا طائرة مسيرة انقضاضية كما سماها مراسلكم على معسكر ليمان أو قاعدة ليمان العسكرية. قامت إسرائيل بالرد على المجموعة واستهدفتها وقتلت عناصرها. هذا هو الأمر، ليس الأمر أبعد من ذلك يعني بكثير. المواجهة التي تخاض اليوم في لبنان هي مواجهة، حزب الله لا يسعى إلى التصعيد ولكن إسرائيل تسعى إلى التصعيد، وهذا ما يعني يضع حزب الله في مأزق. حزب الله الآن في مأزق بسببين، بسبب القرار الإيراني وبسبب رغبة إسرائيل في توسيعة الحرب. دكتور حارس، هل يمكن أن تنزلق الأمور إلى حرب حتى في ظل عدم رغبة إيران في توسعة نطاق الحرب؟ أسمع منك الإجابة، ولكن هذا الفيديو نشرته إسرائيل إذن للحظة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة تقل ثلاثة عناصر من حزب الله في منطقة الناقورة. إذن هذا الفيديو الذي يبثه الإعلام الإسرائيلي حول لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة تقل ثلاثة عناصر من حزب الله في الناقورة. إذن دكتور حارث، بداية لو تعلق لنا على هذا الفيديو، هذا الاستهداف بهذه الطريقة في هذه المنطقة، وأيضا هل يمكن أن تنفلت الأمور على الرغم من عدم رغبة الأطراف في توسعة نطاق الحرب لتشمل هذه الجبهة؟ في ظل ممارسة حزب الله لسياسة الصبر الاستراتيجي حتى الآن، يعني عندما ضربوا قواعد خلفية في مدينة بعلبك، كان يفترض بحزب الله أن يضرب قواعد مدنية في إسرائيل. ردا على بعلبك استهدف قواعد عسكرية في الجولان. هذا يعني أنه لم يصعد، وقد نال عتبا إيرانيا حين تم قصف صفد. يعني عندما قصف حزب الله قاعدة عسكرية في صفد، قيادة لواء في صفد، الإيرانيين غضبوا من الأمر وعاتبوا حزب الله على هذه العملية. فإذا حزب الله مقيد بقرار إيراني، يريد يعني يقول له الإيراني مارس الصبر الاستراتيجي ولا تصعد لكي لا يعني تنزلق إلى حرب مفتوحة يريدها نتنياهو. أيضا خسائر حزب الله هي أكبر من العادة، لأن هناك انكشاف أمني حققته إسرائيل بكل محور الممانعة، وبالتالي يدفع خسائر عالية حزب الله نتيجة هذا الانكشاف الأمني. طبعا هناك الانكشاف الأمني هو يعني له علاقة بالتقنيات الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وأيضا له علاقة باختراقات بشرية، بفعل يعني اختراقات بمحيط حزب الله. لكن قراءتك لعناصر حزب الله التصعيد واستمراره دكتور حارث، هل تريد إسرائيل توسعة نطاق الحرب أم أنها تستغل صبر إيران الاستراتيجي؟ هي إسرائيل لديها مطالب. المطالب هو إعادة انتشار حزب الله شمال الليطاني. إذا وافق حزب الله على هذه المطالب الإسرائيلية،
يعني ضمان أمن سكان المستعمرات الشمالية، المستوطنات الشمالية الإسرائيلية، ودفع بقوات حزب الله وخاصة قوات الرضوان إلى شمال الليطاني. إسرائيل غير راغبة بالحرب، يعني من أجل الحرب لديها مطالب، إذا وافق عليها حزب الله لن تذهب إلى معركة شاملة، إذا لم يوافق عليها فهي في وضع تستطيع فيه إحراج إيران وإحراج حزب الله وابتزازه وخوض معركة استنزاف تجاهها. بمعزل عن إذا ما حصل في غزة نوع من الهدنة أم لم يحصل. ما مدى التخوف لدى لبنان الرسمي، لدى لبنان الشارع، من انزلاق الأمور باختصار؟ باختصار الحكومة اللبنانية هي ناطقة بلسان حزب الله، وخاصة وزير الخارجية اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني. ليس هناك من تمايز بين موقف الحكومة اللبنانية وموقف حزب الله. في الشارع اللبناني هناك أمرين، فهناك المعارضة التي لا تريد للبنان أن يدخل الحرب أصلا، لا حرب مساندة ولا حرب مشاغلة ولا حرب، تريد أن تتضامن مع غزة سياسيا دون الدخول إلى الحرب. وهناك موقف البيئة الشيعية، وأنا أعترض على تسمية الشيعة بأنهم بيئة حزب الله، هم مواطنون لبنانيون. هذه البيئة تدفع ثمنا لهذه المأزق الذي تعيش فيه، بين خيارات حزب الله وبين خيارات الشعب اللبناني الذي لا يريد أن يورط لبنان، كونه منهار اقتصاديا، منهار ماليا، وضعه الاقتصادي سيء، مؤسساته الدولة فيه منهارة، لا يريد أن يذهب إلى حرب أخرى تهدد كيان البلد وتهدد شعب لبنان. شكرا جزيلا الكاتب السياسي الدكتور حارث سليمان، كنت معنا من بيروت. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل، فريق أممي يزور جرحى حادث الدوار النابلسي في مستشفى الشفاء. السياسية والأمنية في العراق، هذا واحد من اللي واجهناه بمعارك التحرير ومضاردتنا لكل داعش. جولة شاملة تتناول ملفات الإرهاب، الحشد الشعبي، الأمن والانسحاب الأمريكي. هذه كلها أنفاق بعدها موجودة هلأ لداعش. وجها لوجه مع أبرز الشخصيات السياسية في العراق. وصلنا إلى البصرة ونحن على أحد القوارب في شط العرب. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه العراق في يومنا هذا؟ وما أثرها دولياً، إقليمياً، ومحلياً؟ ما أصابه تبقى بغداد عريقة إلى يوم العزل. وجهاً لوجه من العراق يومياً، الثانية بتوقيت غرينتش، على شاشة الحدث. أهلا بكم مشاهدينا من جديد.
لا تزال تداعيات حادثة دوار النابلسي في غزة تتفاعل، وقد أفاد فريق أممي زار مستشفى الشفاء حيث يعالج الجرحى، أفاد بوجود عدد كبير من الإصابات الناجمة عن أعيرة نارية. كان أكثر من 100 فلسطيني وفق وزارة الصحة في القطاع قد قتلوا عند دوار النابلسي نتيجة إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي وتدافع للحصول على مساعدات غذائية من قافلة شاحنات. المستشفى يعالج أكثر من 200 شخص أصيبوا يوم الخميس. لقد رأينا مصابين بطلقات نارية. لقد رأينا جرحى بترت أطرافهم. لقد رأينا مصابين أطفال لا يتعدى عمرهم 12 عاماً. لا يمكن السماح باستمرار هذه الأحداث، ونحن بحاجة إلى ممر آمن في جميع أنحاء غزة من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستبدأ عمليات إنزال جوية لمساعدات غذائية على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لم يتم تأكيد وقت إنزال أول دفعة من تلك المساعدات. قال بايدن إن بلاده تثق في أن إسرائيل ستحقق في ملابسات مقتل العشرات وإصابة المئات قرب دوار النابلسي في غزة. بالإضافة إلى توسيع عمليات تسليم المساعدات عن طريق البر، كما قلت فأننا سوف نصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل وصول المزيد من الشاحنات ومزيد من الطرق لتزويد المزيد والمزيد من الناس بالمساعدة التي يحتاجون إليها. لا توجد أعذار، لأن الحقيقة هي أن المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق. حياة الأبرياء على المحك وحياة الأطفال على المحك، ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى نحصل على المزيد من المساعدات في تلك المنطقة. يجب أن نحصل على مئات الشاحنات وليس عدة فقط، ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إعادة الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في غزة على مدى الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله، وليس الجنوب فقط بل قطاع غزة بأكمله. كثر الحديث مؤخرا عن إنزال جوي للأغذية والإمدادات على قطاع غزة. في هذا السياق وافقت واشنطن على أن يبدأ الجيش الأمريكي بعملية الإمدادات في الأيام المقبلة، لينضم بذلك إلى دول أخرى مثل فرنسا، الأردن ومصر التي فعلت الشيء نفسه. أفيد أن واشنطن ستستخدم طائرات عسكرية لإسقاط الإمدادات فوق غزة من نوع C-17 وC-130 لأنها الأنسب لهذه المهمة. بمجرد أن تصبح الطائرة فوق المنطقة التي تحتاج إلى الإمدادات، يتم بعدها إلقاء المساعدات المربوطة بالمظلات. قبلها يعمل الجيش الأمريكي على التحقق من حالة الطقس لضمان هبوطها حيث يجب، لأن في أحيان كثيرة الرياح قد تلعب دورا كبيرا في عدم ضمان هبوط المساعدات التي ينبغي أن تهبط في تلك المنطقة. هنا قد تواجه عملية الإنزال صعوبات لأنها قد تسقط في البحر بفعل عوامل المناخ، حيث حصل ذلك في عدة أماكن حول العالم. لأن غزة مكتظة بالسكان، مسؤولون أمريكيون أوضحوا أنه سيكون هناك صعوبة في وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، لأن تلك المساعدات قد ينتهي بها الأمر في مكان لا يمكن الوصول إليها. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أبدى تخوفه من إنزال جوي للمساعدات جوا بسبب الازدحام السكاني في غزة، بينما قال مختصون إنه بدون وجود عسكري أمريكي على الأرض ليس هناك ضمان بأن المساعدات لن تصل في نهاية المطاف لأيدي حركة حماس. هذا وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل تؤيد الخطة الأمريكية لإنزال جوي في غزة لمواد غذائية وإمدادات. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الدكتور طارق فهمي. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. بعض الدول لا تستطيع أن تلقي بالمساعدات أو تنقل المساعدات إلى قطاع غزة، لكن كيف للولايات المتحدة الأمريكية
أن يكون لديها نفس الصعوبة في عدم إقناع إسرائيل بإدخال المساعدات حتى الأمريكية منها؟ هو بالتأكيد طبعا الأمر يحتاج إلى نقاش أمريكي إسرائيلي في هذا الإطار. من الواضح أنه الجانب الأمريكي يتفاهم بصرف النظر عن الصعوبات اللوجستية وغيرها في عمليات النقل، لأنه ما تواجهه الدول العربية لا تواجهه الولايات المتحدة. لكن يبدو أن الولايات المتحدة، وهذا هو الأهم، تنظر إلى البعد الإنساني وليس إلى البعد السياسي. يعني الآن الحديث عن الأبعاد الإنسانية ليس الأبعاد السياسية أو الاستراتيجية للتعامل مع الأزمة بأكملها. نحن نتجه إلى حلول جزئية وقتية شكلية، جزء منها طبعا مرتبط بحاجة سكان القطاع إلى هذه المساعدات. لم تتحدث الإدارة الأمريكية ولم يتحدث هذا الرئيس الأمريكي عن جهوده في وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ الهدنة برغم كل ما جرى خلال الفترة الماضية. هل ما يتم الإنزال، الحديث عن الإنزال ومساعدات، هل هو تراك 2، مسار ثاني للمسار الأول الذي عملت عليه الإدارة الأمريكية خلال العشرة أيام الماضية بما فيها ما تم في باريس 2 والنقاشات التي دارت ما بين الأطراف المعنية الوسطاء الكبار والولايات المتحدة وخطط تنفيذ الهدن، وحديث الرئيس الأمريكي الذي يجب أن كان أن يأخذ بأهمية أن الهدنة ستتم يوم الاثنين أو غيره. هذه أمور طبعا كلها تحتاج إلى مقاربات. لا أتحدث هنا عن الإمدادات الفنية أو الصعوبات اللوجستية في النقل والإنزال، لأنه كما تعلمي هناك صعوبات كثيرة في عمليات الإنزال. نعم. سواء من أعلى سواء في عمليات توزيع هذه المساعدات على الأرض، الجهات التي تقوم بهذا الإشراف عليها توزيعها، لا وجود لدور أممي في هذا الإطار. أنت صحيح. تعلمي أن الوكالة تم يعني تنحية دورها، فما الذي سيجري؟ هل عملية، لكن السؤال حول موقع وأهمية الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل، إذا كانت لا تستطيع الضغط على إسرائيل في ظل لتوقف القتال، لتوقف إطلاق النار، وتقول أن إسرائيل دولة لها سيادة ولديها قرارات خاصة بها، هل هذا ينسحب على نقطة غاية في الأهمية عليها إجماع دولي مثل إدخال المساعدات؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه على مستوى المصداقية الأمريكية. أنت تعلمي أن الولايات المتحدة شريك متضامن مع إسرائيل في كل ما يجري. بطبيعة الحال نستطيع أن نخلي مسؤولية الولايات المتحدة أو دورها حتى الأخلاقي في القيام بهذا الدور. بالعكس، هي دور محرض ودور داعم لإسرائيل في كل ما جرى. بالعكس، كان هناك توقع أنه حينما فشل بلينكين في جولته كان التأكيد على أن أن هناك دبلوماسيين آخرين من نوعية مدير الاستخبارات، مستشار الأمن القومي وفريق الخبراء في قضية الصراع العربي الإسرائيلي سيستطيعون أن يحركوا المشهد من الأسبوع الماضي، وتفائل الجميع بظهور مدير الاستخبارات. لكن اليوم أعتقد أنه الاتجاه إلى زاوية أخرى بموضوع المساعدات وغيرها. أعتقد أنه يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تلقي الرسالة مهمة، بمعنى أننا موجودين في المشهد بصرف النظر عن النجاح أو عدم النجاح في التعامل مع الأزمة بطبيعتها. هناك فشل ذريع ضحى في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية بالكامل، وفشلت الإدارة الأمريكية في تغيير مكونات الائتلاف. نعم. الحاكم، وفشلت في دفع إسرائيل للقبول بأي خيارات في منتصف الطريق. نعم. الحل في تقديري ليس إنسانيا، مع التقدير لقيمة الأبعاد الإنسانية للتعامل مع الأزمة الإنسانية، يبقى الحل السياسي والأمني والتعامل مع المخطط الشيطاني الإجرامي اللي بتقوم به إسرائيل في عمق القطاع في هذا. اسمح لي أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة من مصادر أمنية مصرية أيضا نناقشها معك. مصادر أمنية مصرية تتحدث عن التوصل إلى اتفاق حول هدنة، وأيضا حول مدة الهدنة، وأيضا حول الأسرى من الجانبين. إذن مصادر أمنية مصرية تتحدث عن التوصل لاتفاق حول مدة الهدنة وحول أعداد الأسرى من الجانبين. هل فعلا دكتور طارق نقترب من صفقة جديدة؟ هل غدا في القاهرة سيتحقق هذا الاختراق ويتم التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار؟
هو بالتأكيد طبعا جهد المفاوض المصري وصل إلى صورة متقدمة للغاية، والقضية ليست في إتمامها خلال الساعات المقبلة. المصريين قاموا بدور يعني كبير ومهم بالتنسيق مع الجانب القطري، واعتقد هذا تدويج للجهد المصري القطري في هذا الإطار. توقيت الإعلان بطبيعة الحال مرتبط بتقبل إسرائيل والتوافق بشأن ما تم الإعلان عنه، وبالتالي يتسق مع ما تم إعلانه أمريكيا من قرب التوصل للاتفاق. لكن أعتقد أنه تحسين الاتفاق هذا هو الأهم الآن، يعني القاهرة تعمل على تحسين الاتفاق، تعمل على تنفيذه، وجود آليات للتعامل. ليست القضية 40 يوم يزيد إلى 7 أيام، لأنه أنت تعلمي أن إسرائيل لا أحد يضمنها بصورة أو بأخرى، فإذا دخلنا في المرحلة الأولى لابد أن يتم تحسين الاتفاق. أنا مستبشر بطبيعة الحال بالتحركات المصرية القطرية في هذا التوقيت، وهناك بطبيعة الحال يعني إرادة تشكل في هذا التوقيت. توقيت الإعلان أعتقد أيضا مهم لينقل رسالة أنه كان هناك اتفاق على الأمور الفنية، وهي أمور بتختص بالخبراء والمتخصصين وليس الأطر. الأطر كانت مطروح حضرتك في باريس 2، لكن ما يبذله المفاوض المصري مع الجانب القطري وبالتنسيق أيضا مع حركة حماس، أعتقد هذه أمور فنية، خصوصا قوائم الأسماء، الأسماء المدد التي قضوها في السجون الإسرائيلية، ثم آليات التسليم وغيره، أمور معقدة للغاية بطبيعة الحال بتحتاج إلى خبرة وتراكم، وهي متوفرة في الوسيط المصري بصورة كبيرة. أعتقد أنه سيكون هناك تهدئة خلال الساعات المقبلة. طيب، نقطة أخرى أيضا أناقشها معك، تقول المصادر الأمنية المصرية أن إتمام الصفقة أيضا يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وأيضا عودة السكان. هل باعتقادك سيتم الاتفاق أو الوصول إلى تفاهم حول هذه النقطة التي ترفضها إسرائيل؟ هذه النقطة طرحتها حركة حماس وطرحها السيد إسماعيل هنية، ثم نوقشت كإطار عام في باريس 2، بمعنى إعادة تموضع وليس إعادة انتشار أو انسحاب. الألفاظ تفرق دوحة في هذا الإطار. إعادة التموضع والانتشار خارج مناطق التماس، إسرائيل رفضت هذا، لكن سمحت، وهذا ما أعتقد سيتضمنه الاتفاق، بإعادة تموضع لقوات في مناطق الشمال والوسط، بما يسمح حضرتك بعودة نازحين إلى هذه المناطق، مع التقدير بأن هذه المناطق غير صالحة للحياة أصلا في هذا التوقيت. وبالتالي نتحرك أو يتم التوافق بشأن مبدأ إمكانية عودة بعض الأسر والعائلات، وهذا هو ما تم طرحه وتقبلته إسرائيل. ربما تفكير إسرائيل في هذا، ولابد أن نشير إلى هذا الأمر، أن يكون هذا هو نواة حضرتك للقوى الرمزية الفلسطينية اللي هتبقى موجودة في الأرض على الأرض بجانب قوى الاحتلال الإسرائيلي. شكرا. بعد وقف إطلاق النار. شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية دكتور طارق فهمي، كنت معنا من القاهرة في استوديو الحدث. لكن بعد الفاصل، إدلب السورية تنتفض بوجه النصرة وتطالب بإسقاط زعيمها الجولاني. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم هناك تهجير ثالث
ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أدرجت محكمة التمييز في الكويت، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أدرجت ميليشيا حزب الله اللبناني على قائمة التنظيمات الإجرامية وحظرتها تطبيقا للقانون. اعتبرتها تنظيما مسلحا يخطط لهدم المؤسسات في الكويت بهدف تكوين ما وصفته بالجمهورية الإيرانية الكبرى، إلى جانب كونها ذراعا مسلحة لإيران في المنطقة. وجرمت المحكمة أيضا كل من يدعم الميليشيا، وقبلها دانت 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع حزب الله، وأوضحت أن الانضمام للميليشيا والتعاون معها يعد جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي. ترتكز القضية التي يحاكم فيها الكويتيون 3 إلى جانب اتهامات إلى جانب الاتهامات توجهها جهاز أمن الدولة بتورطهم بتمويل جهات تابعة للميليشيا وإرسال أموال وتبرعات إليها. لاحقا في نهاية 2023 برئ المتهمون في الاستئناف لعدم كفاية الأدلة، لكن الطعون المقدمة في حكم الاستئناف أفضت لإعادة القضية مجددا إلى محكمة التمييز التي أصدرت حكما نهائيا بإلغاء براءة المتهمين بالتخابر مع حزب الله وقضت مجددا بإدانتهم، وقد جاء الحكم حاملا معه بنودا جديدة تقضي بتجريم دعم وتمويل الميليشيا. من الكويت ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور عايد المناع. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. دكتور عايد، قراءتك لصدور هذا القرار. نعم، تحياتي لك ولمشاهديك الأكارم. لا شك بأنه هذا الحقيقة الحكم هو صدر عن أعلى درجات التقاضي في الكويت، وهي محكمة التمييز، وهي محكمة موضوع، وبالتالي جاء هذا الحكم ليؤكد مجددا بأن ليس فقط الانتماء وإن دعم وتمويل حزب الله يعتبر الحقيقة جريمة وبالتالي يعاقب عليها القانون. وإذا كانت محكمة الاستئناف وجدت عدم كفاية الأدلة، فإن مجرد الانتماء الحقيقة وتقديم الدعم المالي بأي حجة اعتبر الحقيقة عملا معاديا، إذ أنه ينص على أن يعني حسب القانون أن الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو الانقضاض على النظام بالقوة، النظام الاجتماعي والاقتصادي بالقوة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز يعني 15 سنة والأدنى 10 سنوات وهكذا. المحكمة رأت أرسلت مبادئ جديدة بشان تصنيف حزب الله اللبناني بتجريم دعم وتمويل هذا الحزب، حيث اعتبرت المحكمة إرسال تبرعات مالية إلى لبنان لدعم حزب الله جريمة يعاقب عليها القانون. وأضافت المحكمة أنها تصنف حزب الله كتنظيم مسلح ومعاد للكويت، وأن حزب الله يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى، وبالتالي هو حزب محظور. طبعا الحقيقة المحكمة امتنعت عن النطق بالعقاب، لكنها ألزمت المتهمين بحسن السير والسلوك، وهذا تعبير قانوني يشير إلى ضرورة
عدم الإخلال بهذا حصر السير والسلوك، وإلا اعتبر الحقيقة يعني جريمة جديدة ممكن يعاقب عليها القانون وبالتالي يحاسبه مرة أخرى. لذلك هذا الحزب الآن أي تعامل معه بأي صورة من الصور يعتبر الحقيقة بموجب هذا الحكم يعتبر يعني إخلالا بأمن الدولة وجريمة يعاقب عليها القانون الكويتي. الآن بعد إدراج ميليشيا حزب الله اللبنانية على قائمة التنظيمات الإجرامية وحظره بهذا القانون، هل يعني ذلك بأنه ربما بعض المحاكمات السابقة سيتم إعادة النظر فيها بعد إقرار هذا القانون؟ أنا أعتقد أن الأحكام السابقة قد إذا كانت صدرت عن محكمة التمييز قد لا يعاد، ولكن ما اشترط الحقيقة وهو حسن السير والسلوك، إذا تبين فيما بعد أن الأشخاص لم يلتزموا بحسن السير والسلوك، بمعنى لم يعودوا إلى نفس النهج الذي كانوا يعملونه لهذا التنظيم أو لغير من التنظيمات، في تنظيمات أخرى الحقيقة يعني مجرمة في هذا الجانب. وبالمناسبة يعني هذا لا يقتصر على الكويت، دول مجلس التعاون، الجامعة العربية، وعدد الحقيقة بالأمريكان والدول الأوروبية تجرم الأعمال التي يقوم فيها هذا الحزب. لذلك قد يعني يفتح الملف في حال الإخلال بعدم الالتزام بما تم يعني الحكم فيه سابقا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. على خلفية مقتل أحد السجناء في معتقلات هيئة تحرير الشام، خرج مئات المدنيين في مظاهرات شعبية أمس الجمعة ضد الهيئة في أكثر من مدينة بريفي إدلب وحلب للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الثوري في سجون الجولاني منذ سنوات دون معرفة مصيرهم. يأتي ذلك بعد ممارسات الهيئة والتعذيب الذي تمارسه بحق المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط الجولاني وتطالب بتشكيل قيادة حقيقية لفصائل المنطقة بعيدا عن هيمنة هيئة تحرير الشام وقادتها. من عمان ينضم إلينا الصحفي السوري زياد الرئيس، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك إذا من هذه الصور التي نعرضها الآن والمطالبات، تعليقك، هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ وما الذي يعنيه خروج كل هذه الأعداد ضد الجولاني؟ مساء الخير لكم، مساء الخير للسادة المشاهدين. طبعا يعني سكان إدلب وريف إدلب والمناطق شمال سوريا ينتظرون أي فرصة لإسقاط كل هذه المنظومات وكل هذه العصابات التي تتحكم بمصيرهم وفق مصالح، سواء كانت مصالح تتعلق بمحور سوريا أو بمحور إقليمي. لذلك يعني نرى أنها كانت فرصة بالنسبة للكثير أن يشاركوا بهذه المظاهرة وإعلان أنهم يريدون إسقاط الجولاني ويريدون تدمير جبهة النصرة المتحولة إلى تحرير الشام، لأننا نعلم تماما أن هؤلاء يعيشون وسط ظروف قاسية، ونعلم أنهم فرضت عليهم هذه التنظيمات وفق إرادة الدول المتحكمة بهذا الملف، وتحديدا روسيا وإيران وتركيا. يعني محور أسيتان هم من فرضوا الجولاني، والجولاني يبدو أنه جزء من هذا المسار، ولذلك يتم الحفاظ على حكمه وعلى إمارته الصغيرة التي تم تشكيلها منذ 2013 برعاية هذا المحور نفسه، بعيدا عن روسيا كانت إيران وتركيا. الشعب السوري يرفض كل هذه الفصائل، يرفض كل هذه التنظيمات المتطرفة، هو يريد دولة مدنية، هو يريد دولة يحكمها الشعب ينتخب قادته. كان البديل عن حكم النظام أنهم وضعوهم هنا لتكون العقوبة مضاعفة أكثر، ولذلك شاهدنا أن الكثير من الذين شاركوا في المظاهرة لم يكن الهدف حقيقة المطالبة بالمساجين كما كان النداء في يوم الخميس، إنما كان المطالبة بإسقاط هذه العصابة وهذا الفصيل،
بإسقاط الجميع، حتى يعني شاهدنا أن الجميع كان يطالب بوضع قيادة. ما المتوقع من تجاوب هذا الفصيل هيئة التحرير الشام مع هذه المظاهرات بهذا الحجم بسبب الكشف عن هذه الممارسات بحق المعتقلين؟ يعني نحن نعلم أن الفصيل هذا الفصيل لا يمكن أن يقدم على شيء إلا وفق إرادة تركيا، وبالتالي قد يكون هناك ضغوط من تركيا أن يقوم بهيكلة السجون بشكل عام. إنما نحن نتحدث هنا عن تنظيم متطرف، تنظيم إرهابي بكل تأكيد لا يستجيب لا لنداءات ولا لشيء، ولديه مصالح ولديه رؤية خاصة كيف يقود المنطقة، أين ينسحب وأين، لذلك قد يكون مراعاة فقط أنه ستأتيه الأوامر الآن عليك أن تفعل كذا، أن تحاسب فلان، أن تعلن عن اعتقال أشخاص في إدارة السجون، لن يكون أكثر من ذلك. ولا يسقط هذا يعني هذه العصابة لا تسقط إلا بإرادة من وضعها في هذه المحافظة ودمر المحافظة لتحقيق مصالحه، وبالتالي لن نجد أي تغييرات. إنما صوت الشعب كان واضح تماما، هذه الفصائل ومن على شاكلتها مرفوض في سوريا، كما نرفض وجود حزب الله وميليشيات إيران وكل التطرف، وبالتالي كانت الفرصة أن يرسل الشعب السوري صوته للعالم أن هذه العصابة تحكمنا بإرادة محور دولي، محور أستانة تحديدا، وفرضت علينا وتقوم بممارسات التعذيب والقتل والانتهاكات، ولا أحد يسمع صوتهم. كانت فرصة أن يكون هناك صوت سوري يصل للعالم من خلال هذه المظاهرات. هل كشفت هذه المظاهرات حجم الممارسات التي والانتهاكات بحق المعتقلين خاصة في معتقلات هيئة تحرير الشام؟ يعني هي سلطت الضوء يعني الكثير، كل دول العالم تعلم تماما الجرائم التي ترتكبها هذه التنظيمات، وأيضا هي أرسلت رسالة مباشرة. يجب أن نعلم أن تركيا عندما تقوم بترحيل اللاجئين السوريين أو المخالفين السوريين إلى إدلب، هي تقوم بترحيلهم تحديدا إلى لسلطة هذا الفصيل، وهذه الممارسات تحصل بحقهم. لذلك يجب أن يكون هناك نداء الأشخاص المرحلين من تركيا إلى إدلب يحكم عليهم بالإعدام أو أن يكونوا عملاء لدى فصيل متطرف. يعني هذا النداء وهذه المظاهرات توضح تماما حجم الكارثة الحاصلة في إدلب، والكارثة الأكبر التي تحل بالسوريين سواء كانوا مخالفين دخلوا بشكل غير شرعي أو بشكل شرعي إلى تركيا وتعرضوا لمخالفة قانونية. هذا رسالة خطيرة، من يتم ترحيلهم إلى إدلب يكونوا تحت سلطة هذا الفصيل، وتسمعون الآن ماذا يحصل في سجون هذا الفصيل، كيف يتم القتل والتنكيل ويتم إعدام الأشخاص المدنيين الأبرياء فقط لأنهم يخالفون في الرأي أو لأنهم لا يريدوا أن يكونوا تحت حكم فريق متطرف جدا وعصابة تنتمي لتنظيم القاعدة. نعم، إذن أتابع معك أيضا ماذا من ممارسات أخرى تم تسليط الضوء عليها، وماذا عن أي ردات فعل ليس فقط من قبل الشارع ولكن من الحكومة السورية؟ سلطة النظام تدعم هذا الحراك، طبعا تريد أن تقول أن الجرائم المرتكبة في مناطق النظام برعاية الفرقة الرابعة وحزب الله هي أخف من هذه الجرائم، هي عملية تنافسية. الآن ينقلون أصوات بعد أن كان هناك يعني أيضا مظاهرات ونداءات في مناطق النظام تتحدث عن انتهاكات، تتحدث عن حالة الفقر، حالة السرقة. الآن ينقلون هم وقناة الميادين التابعة لإيران والقنوات التابعة لحزب الله ينقلون أن هناك انتهاكات. يعني هذا الأمر طبعا نعلم تماما أنه عبارة عن عملية موازنة، أنكم ستشاهدون أن هناك أسوأ من هنا ونحن أفضل من أولئك، لكن حقيقة صوت الشعب السوري واحد، من السويداء إلى إدلب إلى القامشلي، كل هذه الفصائل وكل هذه النماذج التي نشاهدها في سوريا مرفوضة، كله مرفوض وكله يقوم بممارسات انتهاكات